أهلا بيكم طلبة الدكتوراه في الإدارة المالية، بأحييكم كل سنة وأنتم طيبين. وهنبدأ نعمل تركيز على بعض النقاط للمادتين اللي احنا اشتغلنا فيهم، مادة الأسواق المالية ومادة إدارة المحفظة. المادة بتاعة الموضوعات الآتية: الكفاءة بتاع سوق رأس المال إيه هي والدرجات بتاعتها الثلاثة. بعد كده بنتقل إلى التحليل المالي والفني والاقتصادي لعمليات سوق رأس المال، والموضوعين دول الحقيقة موجودين عندك في الكتاب، فلو أنت عملت ملخص للموضوعين دول هو ده المطلوب. ده بالنسبة للمادة الأولانية. بالنسبة للمادة الثانية اللي هي إدارة المحفظة، برضو هنركز على الموضوعات الآتية: إيه الفرق بين المحفظة الساكنة والمحفظة المتحركة؟ والحقيقة ده موضوع أنا عايزك تدور فيه إما في المراجع الأخرى أو على جوجل، اللي هو الفرق بين الاستاتيك والديناميك بورتفوليو اللي إحنا بنتكلم عليه، فهتلاقي معلومات متاحة في هذا الموضوع. الموضوع الثاني اللي يهمني: إزاي بنقيم أداء المحفظة؟ إحنا عندنا 3 مؤشرات: مؤشر شارب، ترينور، ومؤشر فاما. الحقيقة المؤشرات الثلاثة دول قعدوا لفترة معينة هم اللي بيطبقوا في الواقع العملي، ولكن الجماعة الأكاديميين بدأوا يبتكروا بعض المؤشرات الجديدة الأخرى. أنا طالب منك 3 4 مؤشرات أخرى إضافية خلاف المؤشرات السابقة. عاوز أعرف بس إيه هو المؤشر، التركيبة بتاعته والمعيار بتاعه إيه. دي الموضوعات اللي أنا طالبها منك في المحفظة، وإن شاء الله نتقابل بعد ما تخلص امتحانك على خير بإذن الله. خالص التمنيات بالتوفيق لكم جميعا.